كتبقى تشوفو يا الحيط قدام. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير وعليكم عليا البنات. كنشكركم بزاف على التفاعل اللي تفاعلتو مع اختي حسنة، الدعاء اللي دعيتو معها الله يخطيكم الله يحفظكم البنات. خاصنا دائما نكونوا بحال هكا، هذا هو الاسلام اللي عندنا، اننا خصنا نبقى فينا خونا المسلم. اي حاجه توقع ليه ملي يكون خدام الله يسخر ليه، ملي يكون زوين وناشط وفرحان الله يسهل عليه، ولكن ملي يكون عنده مشكل على الاقل على الاقل نضامنوا معاه وندعيو معاه باش حتى هو كيفرح. ودوك دوك الدعوات اللي كتبتو ليها وداك الشيء عطاوها شويه ديال الانتعاش وفرحات. الله يخطيكم البنات، بارك الله فيكم، وكنتمنوا كلشي يكون فرحان والتوحيد ما يكون عنده شي مشكل ان شاء الله. اول حاجه البنات، الملاحه عندنا كيتواجد في مدينه قديمه الدار البيضاء الصمار، المحل ديالنا فيه الملابس ديال العيالات، اي حاجه بغيتوها مرحبا بكم. النمره ديال التواصل دائما غتلقاوها تحت من العنوان، واللي بغيتو البنات كاينه في كازا وكاينه خارج كازا. الله يخطيكم البنات، بارك الله فيكم، كنشكركم البنات بزاف بزاف تاع على الدعوات اللي دعيتو معايا، والناس اللي عيطوا عليا على قبل 20 كاون اللي قالوا لي اللي باكو ليا فيها. بارك الله فيكم، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وانتم المعاونه ديالكم، وهذا هو اللي كاين، هذا الشيء هذا هو المضمون فيكم البنات. بارك الله فيكم. اول حاجه البنات غادي نوريكم لي شوميز اللي فيهم لي استخاص في اليدين، حيت كانوا جينا في واحد الكميه وكيساليو وكيجيو الناس كيقلبوا عليهم وما كيلقاهمش، ضروري نعاودهم في الفيديو باش اللي بغاهم يجي يلقاهم. البنات هذيك لا شوميز ها هي اللي فيها لي استخاص في اليدين، كتجي بوفون هانتوما، كتجي خطيره البنات، فيها ركبه وصديفات حتى لتحت، شوفو كتجي ايفازي من تحت، هنا كتجي لارج، الكول ديالها كيجي كول مال، شوفو الصديفات، وتشوف ديالها كخيب، كخيب مكرجه البنات، هادي راه من الحبل لبسيها ما تصرحي ما حتى شي حاجه، فيها واحد القطعه هنا بحالها، والطاي ديالها اوفر سايز. كتلبس البنات من 46، فيها لي طاي من 46 حتى 54، والثمن ديالها 150 درهم. هذه ما تندموش على البنات، راه تلبسوها باقي تلبسو فيها ومازال في البرد كاع، ودي لها كل مونطي من التحت، ولا تلبسيها مع مونطو وتجيك اللبسه خطيره. شوف كاين هذا اللون، وكاين الكحل ديالها هانتوما، شوفوا البنات نوار. ولي طاي البنات دائما من 46 حتى 54، والثمن ديالها غير 150 درهم. وكاين هاد الباج ديالها، هذا شوفوا الباج ديالها خطيره البنات. البنات كلهم فنين، وتحيه للناس اللي كانوا عندي فيها جوج وثلاثه، لان كتستحق، وكتلبسها السيده كتلقى راحتها فيها وكتلقى اليز ومستوره من اون بلوس، يعني حتى البنات المتحجبات كيقدروا يلبسوا هذه القميجه هذه، والثمن دائما 150 درهم، ولي طاي من 46 حتى 54. غنشوفوا هاد الفيرقو، شوفوا البنات الفيرقو هانتوما، حتى هي نفس لي طاي من 46 البنات حتى 54، اللي عجبتها شي حاجه تسكرينيها او ما تيبقاوش، ما تيبقاوش لي طاي البنات. وبزاف الالوان اللي سالاو بحال دابا داك الطابه ساله، الغوز ساله، يعني بزاف الالوان ما بقاوش، دابا بقاو فيها غير دابا الالوان، ويقدر يكون الموطار حتى هو. المهم هاد الابهات هو اللي كاينين دابا، ولي طاي من 46 حتى 54. وغادي ندوزو لهادي البنات، هادي كتجي 3 كار، كتجي فنه في اللبسه، هادي وحده اللي بقات البنات لاطاي ديالها 42 هانتوما 42، حتى هي كتجي اوفر سايز، كتجي لا من التحت وكتجي من ايفازي، ولا موش كيجيو 3 كار، لا ماتيغ كريب ليس، الثمن ديالها حتى هي هادي 100 درهم، هادي ديال الاكسبول، لوين فيها خطيره البنات، هادي شوف، والثمن ديالها 100 درهم. وغادي ندوزو لهذا البنات، شوفوا هذا كابيشون بالسلسله، لا ماتيغ ديالتو بيش غليظه، يعني ديال البرد هذا البنات، هذا لا ماتيغ ديالتو بيش غليظه، كطيها هانتوما، هادي قبيه البنات بالسلسله، وكتجي فيتا ركبه، الثمن ديالها 180 درهم،
شوفوا والطي ديالها ستوندار كتلبس من 40 البنات حتى 48 من 40 حتى 48 الثمن ديالها هذه 180 درهم لا ماتير سخون البنات هذه تقدروا ديروا معاها كولون في الكحل تقدروا ديروا معاها جين سليم وتقدروا ديروا معاها دوك السراول لاش بيش دابا نوريكم في الاخر اللي عجبتو شي حاجه يناسق الموديلات مرحبا واللي بغات تكوموندي بحال دابا هذا وبغات نقاد لها لي كولور في السراول مرحبا هذه فيها هاد لا كولور هذه وفيها هاد البلو هذا نشوف بالنسبه لهذا تجيكم مع الكولون في الكحل تجيكم واعره البنات اللون ديالها واعر شوفوا واللي بغات تلبسها بحال الكارديغون تلبسها محلوله حتى هي غتجي مزيان والثمن ديالها 180 درهم ولا طاي ستوندار البنات راه كتلبس حتى 48 وغادي ندوزو لهاد الكخيط هانتوما تا لاستيك في الكين نفس الموديل خلفيه حتى هي وكتجي حتى للركبه والتحت كتجي كلوش هانتوما اللوين فيها واعر البنات هانتوما الثمن ديالها حتى هي 180 درهم والطاي ستوندار كتلبس حتى 48 هادي تقدروا ديروا معاها السوال هذا هانتوما شوفوا مع السوال في البيض كتجي واعره ابو بكر هانتوما السوال تيدير 100 درهم كيلبس حتى 48 50 والقبيه كتلبس حتى 48 يعني تقدر تلبسو لونسومبل 180 في 100 درهم هي 280 درهم وتقدروا تاخذوا هاد الفيغ هذا البنات حتى هو كيلبس حتى 48 نفس الموديل والقبيه دائما بالقب ها هي والسلسله وتحت كتجي كلوش وكتجي حتى للكبار حتى تقدروا ديروا لها هذا البيض فلا تجيكم اللبسه دايره 280 درهم هانتوما اللي عجبتها شي حاجه تسكرينيها ومرحبا بكم كاملين وكاين هاد الباجا البنات هذا تقدروا ديروا ليه السوال في الكحل راه عندي السوال في النوار غادي نوريكم في الاخر وتقدروا ديروا لها كولون نتوما كيف ما بغيتوا تقدروا تلبسوها غير الويكاند كاع مثلا ولا العشيه غادي ديروا لديك المدرسه ولا وليدات في المدرسه غادي تاخذي تلبسي هذه غتجيك براتيك بلا ما تبقاي تقلبي اشنو تلبسي في السوق شوفوا هذا كحل بيش هذا كيدير 100 درهم كيلبس حتى 52 وهذه كتلبس حتى 48 وغادي ندوزو لهاد القبيه البنات هادي غنيه على التعريف خطيره البنات هادي غتبقاو عندي فيها غير شي 3 بياس كتجي واعره البنات هادي الثمن ديالها 150 درهم صوفا كتلبس حتى 52 اليد ديال كيجيو مقبوطين ولكن شوفوا العرض شوفوا وفيها جوج جويبات القدام وكتجي تقريبا حتى للركبه فيها البوردو دار صوفا البنات فيه البوردو هانتوما البنات وفيها هاد البومب هادا هادو البنات راه فيهم غير شي حاجة فيهم شي جوج بيسات ولا ربعة كاع ماشي شي حاجة فيهم هما لي كاينين المهم الثمن ديالهم 150 درهم إلا عجبتها شي حاجة تسكريني وغادي نوريكم هاد الكسيوات هادو لي ستيل عباية كيجيو فنين البنات هادو الكميمات كريب تا هما الثمن ديالهم 150 درهم ولا طي كيلبسو حتى 48 بقى فيها هاد اللون طافا هانتوما البنات فيها الطول وفيها العرض كاين هاد الطافا هدا وكاين هاد البيج هانتوما شوفو البنات راه هي فيها البيسين و الثمن ديالها 150 و لي طاي كتلبس حتى 48 و كاين هاد البيضة هادي البنات هاهي يعني هادي تبقاو فيها تلات الألوان الثمن 150 درهم و لي طاي كتلبس حتى 48 إلا عجبتها شي حاجة تسكرينيها و مرحبا بكم كاملين البنات غير خطي هاكا بهادو راسك
بالنسبه لي بونطالون البنات كاين هاد لا كولور هادي اللي باقي كيبغي لي بونطالون لارج كيجيو مع لي شوميز لي دوزت لكم قبيله هذا كيلبس 52.50 والثمن ديالو 100 درهم وكاين هذا البنات في غوز كريب هاي غدوة حتى هو هذا كيلبس 52 والثمن ديالو 100 درهم وكاين هاد البيشة البنات هذا تقدروا تلبسوه مع بزاف ديال المؤثرات لي دوزت لكم بزاف ديال لي شوميز بزاف الموديلات لي دوزنا مع القبيه مع هذا كيجي خطير وهذا ما خصوش يكون محيد عندك من الطاط تسول هذا كينفع الثمن ديالو 100 درهم ولا طي كيلبس 52 وعندي هذا ديال هذا في الكريب حتى هو 100 درهم لا طي ديالته حتى 52 البنات اللي عجبتها شي حاجه مرحبا بها دائما ان شاء الله يكون الجديد وما عليكم غير تبارطاجيو لنا الفيديو ديالنا وتكتبوا لي كومونتير زوينين وديروا دي لايك لا عليكم واللي عندها شي فيسبوك ولا انستغرام ولا هذا تلوح لي الفيديوهات تما باش بنادم يعرف المحل وتبقاو دائما نبقاو دائما على تواصل دائما نجيبو جديد وتشوفوا هكا كتشجعونا شوفوا لي هاد لافيستا ديال البنات هادي خطيره هادي هادي البنات كانت دايره 100 درهم غادي نديرو لها 50 درهم ولي طاي فيها حتى 54 يعني بالنسبه لهادي البنات تشوف ديال طاي خيط فيها لي طاي حتى 54 هانتوما كتجي واعره وفيها لوينات خطيره كنتمنى تكون هاد السلعه عجباتكم كنتمنى البنات تكون هاد السلعه عجباتكم والله يخطيكم المحل ديالنا قلت لكم الناس فين كاين ما عليكم الا توصلوا لحدا المكانه ولا تلفتوا عيطوا في التليفون صيفطوا لكم الدراري يجيبوا لكم حتى المحل ولا سولتوا اي واحد قولوا لي المحل ديال امينه غيجيبكم حتى لعندنا ومرحبا بكم لله يخطيكم اعانكم الله تهلاو لي فلوسكم